احتفلت كلية العلوم الإدارية بجامعة سيون بتخرج الدفعة الثانية من الجامعة تحمل هتاف صناع المستقبل، وتضم الدفعة 120 طالبا وطالبة من تخصصات المحاسبة وإدارة الأعمال. وفي الحفل أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي إلى أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء تسعد وتفخر بإقامة الجامعة ضمن اهتماماتها لبناء التعليم العالي والبحث العلمي وتأسيس بنية تحتية لها من خلال اعتماد وإقامة المشاريع فيها. وتخلل الحفل كلمة عن الاتحاد العام لطلبة جامعة سيون، شددت على ضرورة استيعاب الخريجين في المجالات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى روبرتاج عن مسيرة الطالب الجامعي خلال 4 سنوات دراسية ووصلات غنائية وإنشادية. عدد المكرمين في هذا الحفل هو 120 طالب من أقسام المحاسبة وإدارة الأعمال. حقيقة نحن في الكلية سعيدين بهذا التخرج، وسعيدين بأن طلابنا تحصلوا على شهاداتهم في مرحلة البكالوريوس، فخورين كذلك بأنهم سوف يحملون شهادة كلية العلوم الإدارية بجامعة سيون ويستخدمون موقعهم في ميدان العمل إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى. نحن اليوم في فرح وعرس الخريج وخريجين كلية العلوم الإدارية بجامعة سيون الدفعة الثانية صناع المستقبل. نحتفل بخريج 120 خريج وخريجة لهذا اليوم، الحفل العظيم والفرحة الكبرى التي غامرت الجميع.